ما رح اشرب هذا الحليب بابا. بدك تشربه؟ مستحيل لا. في مجال انك ما تغش. بدي اهزمك ورح شربك الحليب. ما حدا بيقدر يهزمني انا بابا. انت لازم تبذل جهد كتير كبير لحتى تقدر. نزل لي ايدي. ليه بارات؟ بارات انت عم تغش من جديد. لا انا ماني عم غش ابدا. هاي القوانين الجديدة بابا. هاي هي القاعدة. ماشي. انت دائما بتغش وبتحكي هذا الحكي. عمي انت لازم تهزمه اكيد اليوم. على القليلة رح يشرب الحليب كعقوبة كبيرة لانه دائما بيتحجج مشان ما يشربه. ما كنت مضطر اتعب لو سقيته حليب من طفولته. بابا انسى الطفولة هلا، خلينا نحكي عن الحاضر. انا ما بدي اشرب كاسة الحليب بنوم. انا سهزان هالوحش اليوم. هاي الطريقة الوحيدة لتشربه حليب. لا لا. ايه انت خسرت، يلا شرب الحليب. ايه مزبوط، هلا لازم تشرب الحليب، يلا شرب. ايه بس انا ما رح اشرب لانه هاد اسمه غش. انا تشوشت من الجرس. بس لك انا غش هاد. ما رح اشرب. يلا شرب. انا ما رح اشرب هاد الحليب ابدا. ايه هذا غش، هذا غش. انت الشخص اللي اجي على الدار وطعم الناس الفقرة هونيك؟ ايه انا. لشو؟ لانه الاكل طلع مسموم. بتخلي ماما تجيب لك صابونة. ايه حبيبتي؟ عادي هون بنتي، ليكي انا راجعة. نحن اللي عم نسأل، مين اللي طعماهن بوقتها؟ كتير عالم مرضوا بعد ما أكلوا من الأكل ونقلوهن على المستشفى. كيف ممكن يصير هيك حضرة الضابط؟ نحن حضرنا الأكل بالبيت وكل هذا الشيء صار قدام عيوني أنا. شوف، قبل كل شيء جاوب على سؤالي، بعدين أنت بتسأل. أنا طعمته. معناها هلأ لازم اعتقلك. دقيقة بس. حضرة الضابط، اعتقلوني أنا. أنا هي المذنبة بهذا الشيء. ماما أنت شو عم تقولي؟ شو هالحكي الفاضي هلأ؟ خلاص. لا بارات، أنت بتعرف كتير منيح إنه هي كانت رغبتي. هالشي صار بسببي أنا. حضرة ماما. الضابط أنا. لا تحاولي تضللينا بكلامك هاد. رغبة مين؟ وكرمال شو؟ نحن آخر همنا هالحكي، فهمي علي. أنت خبرينا مين اللي حضر الأكل وبس، عم تفهمي؟ الأكل؟ أنا اللي حضرت الأكل وبارات قدمهم للناس. هالشي غلطتي، لهيك اعتقلوني. لك شو عم تحكي؟ ما فيك تحملي حالك المسؤولية ماما، أنا ما رح خليك تساوي هيك. وأنا كمان
ما رح خليك تتحمل عقاب جريمة أنت ما ارتكبتها أبداً يا بارات. تركني بقى حضرة الضابط، مثل ما خبرتك اعتقلني لأني المسؤولة. حضرة الضابط لا تسمع منا. أنا بعتذر، الشخص اللي حضر الأكل هو نفسه الجاني. استنى، حضرت الأكل. أديتي، شو أنتي شو عم تعملي هلأ؟ أنا ما رح أسمح لكلمة عائلتنا تفوت على السجن. أنتي سكتي وبس. حضرة الضابط هي بنت مراهقة وما بتعرف شو عم تحكي. مو شايف شو عم بيصير؟ يلا وقفهم، انت بتعرف منيح انه انا يلي حضرت الاكل. بارات وقفي، حضرة الضابط مثل ما قلت لك من قبل، انا يلي حضرت الاكل وهي كانت رغبتي انا، لهيك اذا بتريد لهيك اعتقلني انا. استني ماما استني. حضرة الضابط انت ما فيك تعتقل اي حدا بهالطريقة، شو الدليل اللي عندك؟ نحن صار عنا شكوى ضدكن وعم نعتقل بناء على هاي الشكوى المقدمة، والدليل رح تشوفه بالمحكمة. شكوى؟ الأفعى السوداء السامة أيضاً تتحرك جيداً في الأشجار، وهي أطول أفعى سامة في إفريقيا، يصل طولها لحوالي 4 أمتار.